نعم. ما حكم الهجرة من بلد من بلاد المسلمين إلى دولة غربية أو كافرة؟ إلى إيش؟ إلى دولة كافرة. نعم. الهجرة بارك الله فيك الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ليس من بلد الإسلام إلى بلد الشرك. اللهم إلا أن يضطهد الإنسان في بلد الإسلام ويمنع من إقامة شعائر دينه، ويكون في بلد الكفر يستطيع أن يقيم شعائر الدين وأن يدعو إلى الله عز وجل، فهنا انتقاله خير من بقائه. إلا إذا كان انتقاله يسبب ضررا على الآخرين الملتزمين، لأننا لو قلنا ارتحلوا من هذه البلاد التي اضطهد فيها الملتزم ثم رحلوا واحدا واحدا بقت البلاد على المفسدين، ففي هذه الحال نقول اصبر، ابقى في بلدك وتساعد مع إخوانك في إصلاح الأمور بالتي هي أحسن. حتى هذه أنا أرى ما دام بقاء فيه مصلحة للموجودين الإخوة الثانيين الملتزمين فليبقى، وإن شاء الله يفرج الله لهم.